وزير الشؤون الخارجية الموريتاني يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية كان حاليا بها التزام الموقف الوسط. الرئيس الموريتاني يشارك في قمتين بالعاصمة باريس حول المناخ ونشر قوة مشتركة إفريقية على الحدود. مهرجان في العاصمة نواكشوط حول المديح النبوي وسط مشاركة عدد من الحقوقيين والناشطين بالمجتمع المدني. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني سلكو الأحمد زيدبي أن دعم القضية الفلسطينية يمثل أحد ثوابت سياسة موريتانيا الخارجية، مضيفا أن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل يشكل خطورة بالغة على السلم والأمن الدوليين. جاء تأكيد وزير الخارجية الموريتاني أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة المصرية القاهرة. يمثل دعم القضية الفلسطينية أحد ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. وفي هذا السياق بادرت موريتانيا بالتعبير عن شجبها المطلق وإدانتها التامة للقرار الأمريكي، مبرزة تناقضه مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة. ومن شأن هذا القرار المتحيز أن يزيد الأمور تعقيدا في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد بؤرة توتر متعددة، كما من شأنه تقويض جهود المنظومة الدولية الهادفة إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، القضية الأولى للعرب والمسلمين ومحبي السلام في العالم. ولا أدل على ذلك من نقاشات مجلس الأمن أمس وعديد التظاهرات عبر العالم. وتؤكد موريتانيا هنا على الخطورة البالغة لمثل هذا القرار على الأمن والسلم العالمي. وقال الأحمد زيدبي إنه كان حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية الالتزام بموقف الوسيط وأن لا تقدم على قرار من شأنه سكب الزيت على النار. كان حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي ودولة المقر بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة أن تلتزم بموقف الوسيط المنصف في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين طبقا لمسؤولياتها العالمية وصونا لمبادئ الحق والعدل والحرية. كما كان حريا بهذه الدولة المؤثرة ألا تقدم على قرار من شأنه سكب الزيت على النار وتشجيع ثقافة التنافر والصراع، الشيء الذي يصب في مصلحة المتطرفين عبر العالم. أصحاب السمو المعالي، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتطلع إلى أن يخرج اجتماعنا هذا بموقف عربي موحد وحازم لمواجهة التداعيات الخطيرة للقرار الأمريكي الأخير، وبقرارات وإجراءات عملية لكسب المزيد من الدعم الدولي دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. منع مواطنون فلسطينيون وفدا من البحرين زار مؤسسة إسرائيلية من دخول المسجد الأقصى المبارك حيث كان يحاول الدخول عبر باب المجلس. ويتكون الوفد من 24 شخصا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها وفد بحريني بزيارة علنية لمؤسسة تابعة للاحتلال الصهيوني، وتأتي بعد أيام من إعلان ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل. نتابع تفاصيل في سياق التقرير التالي. متنفسا ثنائي أكسيد التطبيع طاردا أكسجين الانتماء في نشاز رئوي منكر، نزل وفد بحريني بساحة مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي ضيفا باسم التسامح بين الأديان في أول زيارة رسمية علنية. استراق استقبل المقدسيون الأصلاء خطوات استفزازه باعتراض المرابطين في ساحات الأقصى من مصلين وحراس طريق الوفد عند باب المجلس، عادين الزيارة استطلاعا تطبيعيا
يستتر بشعار التسامح الديني وفق ما أفادت به وسائل فلسطينية نقلا عن موقع عرب 48. المظهر السياحي المشبوه حملته واجهة تجوال الوفد في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة رفقة كاميرا تغطية عبرية مصاحبة. استوديو بث القناة الثانية الإسرائيلية كان جلسة استراحة عضو الوفد ممثل جمعية هذه هي البحرين الذي قال في تصريح صحفي خص به القناة إياها إن ملك البحرين حمله رسالة سلام لجميع أنحاء العالم على أن مهماز استفزاز زيارة توقيتها الزمني وسياقها الرسمي حيث تواطئ خط تطبيع سياسي مستحن يخصف عليه من ورق الاستتار متزامنة مع توابع قرار اعتراف الرئيس الأمريكي بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. توقيت ومواطعة ضبطت عليهم القناة العبرية المستضيفة بوصلة استقبال مجيء الوفد مبشرة مشاهديها أن وفدا من مملكة البحرين يضم رجال دين وصل إسرائيل لأول مرة بشكل رسمي في زيارة تستمر 4 أيام. مضيفة في حمية استدراك منتشن أن البحرين التي كانت تمنع مواطنيها من زيارة إسرائيل سمحت بشكل رسمي لهذا الوفد بالقدوم محملا رسالة سلام وتسامح. زمالة كأس السكر تولى توقيعها الإعلامي محرر الشؤون العربية في القناة إيهود إعاري مؤكدا أن الوفد البحريني أبلغه بأن ملك البحرين سيسمح من الآن فتاليا بزيارة البحرينيين لإسرائيل ويعمل على تجديد الكنيس اليهودي الكبير في العاصمة المنامة. We've come here to the historic ancient city of Jerusalem. قال مسؤول جزائري رفيع المستوى إن السلطات الجزائرية رفضت السماح للولايات المتحدة الأمريكية بإرسال تعزيزات أمنية إلى سفارتها بالبلاد لتأمينها وذلك عقب المظاهرات التي خرجت البلاد رفضا لقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. رفضت الجزائر طلبا أمريكيا بالسماح لها بإرسال تعزيزات من قوات المارينز إلى السفارة الأمريكية بالجزائر لتأمينها عقب المظاهرات الغاضبة التي نظمها الجزائريون احتجاجا على قرار الرئيس ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وقال مسؤول جزائري الرفيع إن السفارات والبعثات الدبلوماسية تحظى بإجراءات أمنية عالية أصلا وإن مهمة حفظ سلامتها مسألة تخص الأمن الجزائري حصراً ولا تحتاج كفاءته في هذا المجال إلى أي تأكيد. ومثل موقف الجزائر الرافض لاستقبال المارينز أقوى الردود في العالم العربي الذي توصلت مختلف حكوماته بطلب من وزارة الدفاع الأمريكية للسماح لقوات من المارينز بالقيام بتعزيزات أمن للسفارات الموجودة في عواصمها. وكان وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل قد اعتبر في كلمته بالاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية مساء السبت أن القرار الأمريكي المنحاز للممارسات الصهيونية وللعدوان على الشعب الفلسطيني ستكون له تداعيات على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره. وطالب مساهل نظراءه العرب بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الجوهرية والعمل بجد للتصدي لهذا القرار ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني لإنهاء الغبن التاريخي الذي وقع عليه منذ اغتصاب أرضه وتاريخه ومقدساته. واعتبر الوزير الجزائري أن اتخاذ مثل هذا القرار الخطير في ظل الظرف الإقليمي المضطرب الذي تمر به المنطقة من شأنه أن يدفع نحو انفجار شديد للأوضاع لن يكون المجتمع الدولي بمنأى عنه، كما أنه سيفتح الباب على موجة جديدة من التوترات التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا. واستدرج مساهل قائلا أمام هذا الوضع المقلق تجدد الجزائر التذكير بأن التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية مردها إلى فشل المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل شامل ونهائي لهذه القضية. وكانت مختلف مدن وقرى الجزائر قد شهدت مظاهرات شعبية غاضبة بعد صدور قرار ترامب بشأن القدس. يرتقب أن يشارك الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز في أعمال القمة الدولية حول المناخ التي تحتضنها العاصمة باريس، كما سيشارك في قمة أخرى بذات المدينة حول القوة المشتركة الإفريقية المرتقب نشرها على الحدود بين دول الساحل.
وقد وصل الرئيس العاصمة باريس رفقة وفد ضم وزيري الدفاع الوطني والبيئة والتنمية المستدامة. أطلقت جمعية النور للتنمية والعمل الاجتماعي النسخة الثانية من مهرجانها السنوي حول المديح النبوي بالعاصمة نواكشوط، وسط مشاركة عدد من الحقوقيين والناشطين في بعض منظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام للجمعية إن المهرجان يسعى إلى تسليط الضوء على فن المديح ونفض الغبار عنه وإحياء دوره في التصالح بين المكونات الاجتماعية. باعتبار المديح فناً راقياً وموروثاً أصيلاً له المكانة العالية في الثقافة الموريتانية، ارتبط في مخيال الشعب الموريتاني بالسيرة النبوية والغزوات والفتوحات الإسلامية، فوثقت نصوصه كل تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ نشأته، وأرخت للمحطات التي مرت بها الدعوة منذ البيضة، كما شكل المديح وحدة تناقم وتآلف وانسجام بين مكونات هذا الشعب، فتعاطاه الموريتانيون بكل أجناسهم وأصنافهم. الشيء الذي يدفعنا إلى تنظيم هذه التظاهرة الثقافية في نسختها الثانية لتسليط الضوء على هذا الملمح الثقافي الأصيل ونفض غبار النسيان عنه وعن دوره في إحياء الترابط والتسامح بين مكونات المجتمع الموريتاني. قال الأستاذ والداعية أحمد جدو الأحمد باهي إن مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من أوجب الواجبات ومن أهم الأسباب لترسيخ المحبة لتعزيز الأخوة والتمسك بالتاريخ والثقافة. جاء تصريح الأحمد باهي في كلمة له خلال افتتاح أعمال النسخة الثانية من مهرجان المديح في العاصمة نواكشوط. المديح الذي نحن فيه اليوم في شهر ربيع الأول، حيث ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت معه النبوة بالرؤية الصادقة، وحيث هاجر إلى المدينة المنورة، وحيث مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن نجتمع اليوم لنجمع بين معطيين أساسيين من أجل أهداف أخرى فيما وراء ذلك فهو معنى كبير. المعنى الأول أن نمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نمدحه شعرا، أن نمدحه يعني القناع الثاني، أن نمدحه غناء، أن نمدحه، فأعتقد أن هذا من أروع العبادات ومن أوجب الواجبات ومن أهم الأسباب لتصديق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، لتتعزز أخوتها، ليقوى إيمانها، لترتبط بتاريخها وتراثها. فإن الله عز وجل عندما أنزل سورة سبح أنزل فيها قيما إيمانية كبرى، وقيما تتعلق بالتذكرة، وقيما تتعلق بالزكاة والعبادة، وبين أسباب الإعراض عن هذا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ختم السورة بقوله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عبرت إسبانيا عن سعيها إلى رفع عدد جنودها في مالي ليصل 300 جندي بحلول عام 2018، وهو العام الذي ستتولى فيه رئاسة بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي. ويرتكز دور القوات الإسبانية في مالي بالأساس على تدريب القوات المالية على المدفعية وإطلاق النار والقتال وقضايا حقوق الإنسان. التفاصيل بالتقرير التالي. إسبانيا تعبر عن سعيها إلى رفع عدد قواتها في مالي من 136 عنصرا إلى 300 عنصر بحلول العام 2018، وسترفع عدد قواتها بأفغانستان من 20 إلى 80 عنصرا. ويرتكز دور القوات الإسبانية في مالي حاليا وبالأساس على تدريب القوات المالية على المدفعية وإطلاق النار والقتال وقضايا حقوق الإنسان. وينتظر أن تتولى إسبانيا بدءا من فبراير 2018 قيادة بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي خلفا لبلجيكا التي تتولى الرئاسة حاليا من خلال جنرالها بارت لوران، وسيخلفه الإسباني إنريك ميلان مارتينيز. ويوجد لدى إسبانيا 2500 جندي منتشرين في بلدان مختلفة عبر العالم، 502 منهم بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي و623 بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وتأتي خطوة سعي إسبانيا إلى رفع عدد قواتها المنتشرة في مالي بالتزامن مع استعداد مجموعة دول الساحل لنشر قوة مشتركة إفريقية قوامها 5000 جندي على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر لمواجهة الإرهاب وتهريب المخدرات. وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق قبل يومين على قرار يقضي بالسماح لقوات حفظ السلام الأممية في مالي بتقديم مساعدات فنية ولوجستية للقوة المشتركة الإفريقية المرتقب نشرها على الحدود، مساعدات تتركز بالأساس على الماء والغذاء والدواء والوقود، وكانت تعارضها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتبر أن في مساعدة الأمم المتحدة لهذه القوة تشتيتا للجهود وهدرا للأموال. تستعد الحكومة التوغولية إلى عقد حوار سياسي مع المعارضة، وقد بعثت برسائل إلى قادة الأحزاب السياسية لأخذ رأيها بخصوص طبيعة ومواضيع الحوار السياسي المرتقب. ويأتي استعداد الحكومة لإجراء حوار سياسي في ظل استمرار المعارضة باحتجاجاتها المطالبة بمغادرة الرئيس من أجل فتح الباب أمام تناوب سلمي على السلطة. التفاصيل في التقرير التالي. الحكومة التوغولية تبعث برسائل إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية في البلاد لأخذ رأيها بشأن طبيعة ومواضيع الحوار السياسي الذي تسعى إلى إطلاقه. وزراء في حكومة الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا فورون سانغبي شرعوا في التحرك والتعبئة من أجل الحوار المرتقب، حوار تقول الحكومة إنها اتخذت إجراءات تمهيدية من أجل تعبئة الأرض لتنظيمه، منها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوقيف الملاحقة القضائية التي كانت متخذة بشأن بعضهم، إضافة إلى رفع إجراء السقف المحدد لعدد المسيرات الاحتجاجية أسبوعياً. تقول الحكومة باستعدادها لنقاش مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية مع مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين سبيلا إلى الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أشهر بين الرئيس ومعارضته. ولا تعارض المعارضة الحوار مع النظام في توغو، لكنها كما تقول لا تتنازل عن مطلب فتح الباب أمام التناوب السلمي على السلطة، بعيدا عن مقترح تحديد مأموريتين للرئيس بدءا من عام 2020 الذي سيشهد انتخابات رئاسية يشارك فيها الرئيس الحالي. تؤكد المعارضة أن النظام لا ينبغي أن يكون هو من يأخذ بزمام المبادرة والإشراف على تنظيم حوار سياسي معها، وتشهد توغو منذ حوالي 4 أشهر احتجاجات ومسيرات متواصلة تدعو نيسانغبي إلى مغادرة السلطة والسماح لغيره بتولي إدارة البلاد التي تولى رئاستها هو ووالده منذ نصف قرن من الزمن، وقد سقط 16 قتيلا كما أصيب العشرات بجروح منذ بدء المسيرات التي انطلقت بمبادرة من حزب سياسي معارض واحد قبل أن تنضم له لاحقا أحزاب في المعارضة يصل عددها اليوم إلى 14 حزبا سياسيا. أسفرت نتائج الترشيح الأولى لتولي الأمانة العامة لحزب العدالة وتنمية عن انحصار المنافسة بين رئيس الحكومة حاليا سعد الدين العثماني والقيادي بالحزب إدريس الأزمي الإدريسي. وكان الحزب الإسلامي قد صوت مؤخرا على عدم سماح ليمينه العام منتهي الولاية عبد الإله بن كيران بمأمورية ثالثة. تفاصيل في التقرير التالي. يتجه حزب العدالة والتنمية المغربي إلى انتخاب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمينا عاما له خلفا لعبد الإله بن كيران الذي انتهت مأموريته. وأسفرت نتائج الترشيح الأولى لقيادة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قام بها أعضاء المجلس الوطني القديم والجديد عن اختيار 8 أسماء لترشيحها لمنصب الأمين العام، جاء في مقدمتهم سعد الدين العثماني بما نسبته 65% من الأصوات، فيما حصل أقرب منافسي إدريس الأزمي الإدريسي على نسبة 40% من الأصوات. وبعد اعتذار بقية المرشحين انحسرت المنافسة على منصب الأمين العام بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والقيادي إدريس الأزمي الإدريسي. وكان الحزب قد أعلن صباح اليوم الأحد عن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الوطني الجديد الذي يضم في عضويته 160 عضوا منهم 40 امرأة و53 شابا وشابة. وجاء على رأس المنتخبين للمجلس الوطني للحزب
كل من عبد العزيز أفتاتي والمقرئ أبو زيد الإدريسي وبلال التليدي وأمن ملعينين. وكانت أعمال المؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية قد بدأت السبت في الرباط في ظرف خاص يمر به الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي، وذلك بعدما رفض مجلسه الوطني التمديد لأمينه السابق عبد الإله بن كيران لمأمورية ثالثة، وهو ما ولد نوعا من الانقسام بين منتسبي الحزب المؤيدين للتمديد والرافضين له. ويعتمد الحزب مسطرة دقيقة في عملية انتخاب أعضاء مجلسه الوطني، حيث تقدم لكل مؤتمر ورقة تتضمن مجموعة من الأسماء يختار منها 80 اسما على الأقل أو 160 اسما على الأكثر، من بينهم 25% من النساء و 25% من الشباب، مع مراعاة تمثيل الجهات ومغاربة العالم. بعدها تشكل هيئة من المجلس الوطني الجديد والمجلس الوطني المنتهية ولايته، وتقترح مجموعة من الأسماء لشغل منصب الأمين العام، ليجري عرض هذه الأسماء على المؤتمرين من أجل التصويت، وتعتبر الأسماء التي نالت 10% من الأصوات مرشحة إلى مرحلة التداول. وعادة ما تفرز في هذه المرحلة 5 أسماء، ويحسم المؤتمر الوطني انتخاب الأمين العام من بينها. ووصل عدد المندوبين لمؤتمر العدالة والتنمية إلى 2327، حضر منهم 75% من بينهم 21% من النساء و 27% من الشباب. وزير الشؤون الخارجية الموريتاني يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية كان حريا بها التزام الموقف الوسط. الرئيس الموريتاني يشارك في قمتين بالعاصمة باريس حول المناخ ونشر قوة مشتركة إفريقية على الحدود. مهرجان في العاصمة نواكشوط حول المديح النبوي وصل مشاركة عدد من الحقوقيين والناشطين بالمجتمع المدني.